ليه؟ أعلى كل واحد فيهم بدو يتصرف الشعر فوقه منها طبيعية عيلة فنية 100% أعلى عندهم مشاكل كمان طبيعية. برافو زعفي لحالكم يلا لكن رح نبلش معكم يلا جاهزين غنوا معنا أكيد صوتي أحلى مزيكا أسمعها كل يوم.
ما عطيناش. بتحمسونا لنا وبتخلوا الجو فرح اكثر، اوكي؟ اتفقنا؟ بتسمع الصغار، اتفقنا؟ طيب نسمع، اتفقنا؟ يلا، شو حابين تسمعوا هلا؟ شو؟ شو؟ غنية التحدي دغري، هيك فايتين تحدي؟ الأولى؟ بدكم تتحدوا الصبيان؟ جاهزين؟ طيب، بدنا نتفق على شيء. إذا بدكم تبلشوا هلا أغنية التحدي بدنا البنات يغنوا مع حلا والصبيان مع مين؟ مع أمير. مع مين؟ مع أمير. جاهزين؟ وبدي أشوف يلي يعني بيطلع صوته أعلى إن كان الصبيان أو البنات بدنا نزقف له. اتفقنا؟ اتفقنا؟ يلا مع الزقفة مثل ما قلنا، أوكي؟ يلا زقفة مع الغنية. يلا بطل فلفل شطة فاكرة نفسي زي القطة.
طيب خليني اسمع لشوف قول رح اقول البنات قولوا لي البنات اوكي نشوف من اعلى صوته البنات ولا الصبيان هلا دور الصبيان البنات ولا الصبيان طيب بناتكم شاطرين وقوية زقفوا لحالكم يلا بدي اقول انه هيدي الغنية هي عبارة عن مسخة بنمزحها مع بعض ما فيها شيء حقيقي هيك هيدي تحدي مش اكتر بس البنات والصبيان اثنيناتهم بجننوا شطورين صح؟ شو حابين تسمعوا هلا؟ شو؟ اوكي قلت لنا عمو بس هلا عم يقولوا بدنا شو؟ نحن شو؟ نحن شو؟ هيك كلمتين ورا بعض للبنات ما حرام الصبيان مش حرام؟ شو؟ حرام الصبيان ولا لا؟ بلا؟ بس الصبيان بحبوا البنات صح؟ صح لذلك رح نغني نحن البنات يلا زقفوا لهم معزق عبود Thank you.
اعطوا للبنات. طبعا نحن عم نجهز اغاني للصبيان لانه دائما بالحفلات الصبيان والاهالي يعني البابا خاصه طب ليه ما عندنا غنيه للصبيان؟ فنحن ناطرين كلام طبعا معنا كثير حلو للصبيان وعم نجهز اغنيه للصبيان كثير كثير حلوه ان شاء الله بالحفل الجاي تسمعوها. زقفه كثير كبيره للصبيان يلا. طيب شو حابين تسمعوا هلا؟ زعلاني مني اختي؟ اوكي يلا رح نسمع زعلاني مني اختي لكل اخت زعلاني من اختها. اوكي يلا دايما يلي حافظ معنا يغني معنا مع الزقفة في عطول حدا زعلان منه اخته؟ مين؟ اللي زعلان منه اخته يرفع ايده. شو؟ مين زعلان انت؟ زعلان اختك ولا هي مزعلتك؟ مين مزعل الثاني؟ شو؟ انت مزعليتها؟ يلا راضي خليك يلا. طيب شو حابين تسمعوا بعد هلا؟ شو رايكم نسمع شيء جديد كمان؟ في حدا فيكم بالبيت او حدا عنده بالبيت بيكون في ولد او بنت بفيقوا بكير واخواته نايمين وبيسهر ما هيك في وبصير شو يعمل؟ شو يعمل بصير؟ بصير يحركش فيهم يحركش فيهم لحتى شو؟ لحتى شو؟ يفيقهم. عندكم حدا هيك؟ مين عنده حدا هيك؟ انت؟ مين بعد؟ ورا هونيك وهونيك يعني الكل بيعمل هيك ما هيك؟ تعملي هيك؟ طيب خلينا نسمع شو بدي شو اصحيكم بدي شو اعلى بدي شو يلا اتزقتي مع الغنية قوية كتير يلا
طيب هلا رح نروح شوي لوين؟ على الدرس. انتم عاطلين هاليومين من هيك؟ عندكم عطله؟ عندكم عطله من المدرسه؟ اشتقتوا لها ولا لا؟ لا؟ شو؟ ايه ولا لا؟ هيك صغير؟ بس المدرسه كثير منيحه وبتخلينا يصير عندنا مستقبل كبير وحلو، ما هيك؟ ما هيك؟ بلا بلا مدرسة أهم شيء. رح ناخذكم شوي على الدرس، بس أغنية مين شاطر مع زهراء؟ حافظينها أكيد. حافظين شو بتردوا معها؟ حافظين؟ يعني لما أقول أنا مين فيكم مش شاطر؟ مش شاطر، شو بنقول؟ أنا أنا أو مش أنا؟ شو؟ مش أنا. ومين الامتحان ناطر؟ شو بنقول؟ أوكي، برافو. فإذا هلا رح نكمل مع زهراء وتردوا وراها، اتفقنا؟ اتفقنا؟ ما سمعت، اتفقنا؟ يلا. مع الزقف اكيد.
بعض انكم كلهم شاطرين. برافو. طيب قلنا للدرس شو حابين هلا؟ مين في معنا هون عادة حدا كثير بتحبوه غير البابا؟ بابا بنحبه كثير، بس غير البابا مين بتحبه؟ من هي اللي دايما امك ثم امك ثم امك؟ من هي؟ الماما. بتغني للماما؟ انت كل الدنيا يا ماما بقلك؟ بتغنوا معنا؟ بتخلوا السقف عالي كرمال الماما اللي بتحبها، اكيد كمان البابا اللي بتحبه. يلا يلا وين السقف يا ماما على الخلفية؟ هلا بتحبوا الماما بس؟ وين السقف؟ أعلى بعد ما بيقبل هلا السقف يا ماما أعلى أعلى بعد. كانوا معنا شاطرين بشو؟ بالبيت. ما بنعذبهم ابدا، ما هيك؟ يلا بدي اياكم كلكم سوا تقولوا بنحبك يا ماما. واحد اثنين ثلاثة بنحبك يا ماما. طيب وزعفوا لحالكم. يلا حابين تسمعوا هلا شو؟ طيب بدكم شو؟ انا رح سمعكم شيء جديد عنده، اوكي؟ هي غنية ممكن الخال يقولها لبنت اخته، ممكن البابا يقولها لبنته، وممكن الخي يقولها لاخته. يعني كيف بحب الواحد يفسرها ما هيك؟
شو اسمها بتعرفوها في مين الجديدة؟ شو اسمها؟ تقبرني شو؟ تقبرني بهالحالة؟ تسمعوها وتغنوا معي؟ يلا مين؟ قالوا
بدكم تغني غنيه خالو؟ بس انا بدي غني مع اشرف لانه هي له هيدي. بس هو دائما بس يعرف بدي غني معه بيتضايق مثل العاده مشاكس وما بحبني معه. شو خليني؟ بتخلوني غني معه؟ بتخلوني غني معه؟ طيب سؤال ثاني، بدكم انا غنيها لحالي ولا معه؟ يعني بتحبوه؟ بس بجيب المصايب والمشاكل. شو؟ بتحبوه؟ بتحبوا اشرف؟ بس هو مش كلشي. شو؟ انا دايما بحب المشكلة. مين احلى انا ولا هو؟ لحظة خليني انا هون اقول انا ولا اشرف؟ مين بتحبوا اكثر انا ولا اشرف؟ سمعوني اسمي او اسمه، انا ولا اشرف؟ طيب خالو محمد ولا خالو اشرف؟ مخلوطة بين خالو محمد. شو خالو محمد ولا خالو اشرف؟ طالع خالو اشرف. شو خالو محمد ولا خالو اشرف؟ خلص طاقي اسمك طاقي. يلا مين حبيب خالو؟ غنوا معنا اوكي؟ يلا يلا نسافر لو خالو فخالو بحبه. يلا الجوشي. لا. بيخلي الجو منه. لا. لحظة.
بس انا بغني قبله صح ولا لا؟ هو بفوت جديد على الجو ولا لا؟ يعني مين بغني قبل؟ انا ولا هو؟ انا. كيف؟ شو الحال؟ اوكي يلا شو حابين تسمعوا بعد؟ طيب سؤال سؤال قبل ما بلش قبل ما بلش لانه دائما دائما هنا بتحبوا شخصية فاطمة. مين ما بيعرف فاطمة؟ بتعرفوا فاطمة؟ بتحبوها كثير؟ بتعرفوا شو بتقول؟ لما عندك حلقة ميتة ذاكرين شو بتقول؟ طيب بتقولوها؟ صوروني لشوف يلا واحد اثنين ثلاثة تسمعوها من اغاني يلي بيمثل شخصية فاطمة يلا الله يرحمك يا امي ميتي بطلي ميتي مظلومي الله يرحمك يا امي غفوله طيب عم تشوفوا شخصية باربرا الجديدة مين حضر باربرا بعد؟ كلكم حضرتوا باربرا؟ طيب صرنا بالحلقة ما قبل الأخيرة اليوم نزلناها هلا بس تروحوا على البيت حضروها طيب شو بتقولوا أنتم هيدي باربرا منيحة ولا نصابة مع خالها؟ بتحسوا أنه نصابة؟ هي وخالها مين؟ هلا أنتم عم تقولوا هيك يمكن ما تكون نصابة باربرا حبيتوها لهالشخصية؟ مهضومة؟ مين بيعرف يقلد لي كيف تحكي؟ بتعرفي؟ كيف تحكي باربرا؟ طيب بدكم تعرفوا كيف تحكي؟ وتابعوا الحلقة اليوم ما قبل الأخيرة والأخيرة بعد بكرة تتفاجئوا بالنهاية كتير 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 يلا نرجع للأغاني للمدرسة أنا أشجعتها هيك فنية أوكي رح نقول لحمادة برافو عليك ليه؟ لأن حمادة بيدرس منيح وشاطر كتير بالمدرسة وبتغنوا معنا لحمادة أوكي يلا Yeah.
جيرانها. شو بعد بدكم؟ طيب بدي اسالكم سؤال، اوكي؟ اسالوا الحلوين سؤال. اذا نحن بالبيت، اوكي؟ وطف علينا حرام، شو بتعملوا لهم؟ كيف تتصرفوا معهم؟ تضربوا؟ ما بتعرفي؟ حط صابون خليه يسحب فينا. اخذ الخطه اللي بتعيد عيد الفنيه، شو بعد ارى؟ تضربوا. وهون كمان شو بتعملوا الحرام؟ اوكي يعني الأكثرية قالوا اضربوا، أنت شو بتقولي؟ اضربوا ونقلوا البوليس وبياخذوا. برافو، زقفوا. طيب خلونا نشوف خطة عينة فنية كيف بيتعاملوا فيها مع الحرام، وتغنوا معنا، اوكي؟ يلا يلا انا حلا حلا
يلا معا. كلكم هون شو حافظين لنا؟ شو هي؟ بدكم تغنوا مليكة؟ تغنوا علي؟ يلا واحد اثنين يلا بتغني معكم مليكة بس تغني معي واحد اثنين ثلاثة مليكة صوتي أحلى مسيكة أسياء أنيقة أنا عندي مثل الوقت بحديقة تشتغل مثل الكيكة مليكة مليكة صوتي أحلى مزيكة أزياء وكل ثيابي أنيقة أنا عندي مثل الوقت بحديقة تشتغل مثل الكيكة مليكة مليكة زافوا حالكم يلا برافو طيب مين بيحب هون دكتور الاسنان مين بيحبه مين ما بيحبه ما بتحبه انت بتحبه طيب مين اسنانه بيجعوه مين اسنانه بيجعوه هون أسنانك بيوجعوك؟ أبداً؟ بتفرشيهم على طول؟ شطورة أنت برافو، وأنت؟ بيوجعوك أسنانك؟ ما بتفرشيهم؟ أنت بتفرشيهم؟ برافو، مين ما بيفرش أسنانه؟ مين ما بيفرشي؟ أنت ما بتفرشي أسنانك؟ فرماسة كبيرة، أنت ما بعرف ليك، ساعة بتحبينا ساعة ما بتحبينا، شو بتفرشي أسنانك؟ ماما عم تقول بتفرشوا ايهم يبقى لا السوسه بتصير هيك 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 بتكبر بتاكل لك سنيني عندك سوسه شفتيهم شفتي لانك ما بتفرشي سنينك رحتي عند الحكيم
ما هيك؟ طيب خلينا نشوف مليكة بأسناني وجعاني، شو رأيك هون؟ حافظينا؟ حافظينا؟ يلا شو هي؟ إذا نحن صغار كتير صغار شو لازم نعمل؟ لازم نشتغل أو نلعب؟ نشتغل. تشتغل؟ إذا أنت صغير تشتغل؟ شو؟ لازم نلعب. مين بيقول غير هيك؟ شو؟ الكل اللي بيلعب؟ يعني كل الصغار لازم يتعلموا ويلعبوا ما هيك؟ يلا خلينا نشوف نطوا افرح يلا قبل ما نتصور معكم كل Yeah.
أنا بدي أعمل معكم شغلة بحبها كثير، أنا بحبكم كثير 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 خاصة الصغار الحلوين. بدي أعزمكم بس بهدوء كثير كبير تجوا لعندي لهون. يلا. بدي خلي معكم عيلة فنية نختم بهالفنية بس سوا. البابا والماما بيصورونا كلنا. يلا. بس خلوا الصغار قدام بدي أعزمكم. الصغار قدام دايما. يلي دورهم الصغار قدام يلا يلا خلوا الصغار قدام ليبينوا يلا الكل يجي الكل يجي يلا خلوا الصغار قدام يعني طوله قصير شوي يبقى قدام كلكم عم تبينوا لانه هالطوال كلنا عم نبين يلا الكل يجي الكل يجي تعوا لأنه إذا وقع فينا المسرح مو على كلنا سوا ما بيأثر فاهم؟ يلا بعد الحدا يلا 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 هون قطرة ما رح بلش لأي جد كان يلا بدي اسمع صوت الكل لما نغني عيلة فنية اوكي كل هون نغني مع بعض اتفقنا يلا بعد في حدا يلا ناطر الكل انا يلا بعد بيساعد عنا لهون شوي سيبوا لنا شوي لورا بليز يلا يلا مين بعد في بعد في حدا يلا يلا هلا بس نخلص رح نتصور مع الكل مع الكل بس خلينا نغني مع بعض هني تعالي الفنية لأنه أنا بحبه كثير بحب أتغني مع هني الفنية يلا الكل جاهز جاهزين؟ يلا يلا مع بعض طيب وطبعا طالع يلا معنا فوق يلا عيني فنية مية بالمية على
لعبة كتير قوية. شكرا لحضوركم ويلا فينا نصور مع بعض. يلا.